صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة، والذي نستهله بهذه الأبيات من واحدة من أشهر القصائد العربية. هذه القصيدة غريبة الأطوار التي استطاعت أن تؤرخ دهاء الخليفة أبو جعفر المنصور والمواهب التي كان يتميز بها العرب أنذاك، وأرخت أيضا نبوغ الشاعر الأصمعي الذي استطاع بقصيدته هذه أن يفحم الخليفة وأن يعيد أرزاق الشعراء إلى ما كانت عليه. قبل أن نواصل عزيز المتابع، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. ندعوك أيضا إلى زيارة موقعنا وإلى الاشتراك في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. حدثت هذه القصة في أوائل العصر العباسي، وتحديدا في عهد الخليفة أبو جعفر المنصور الذي يعد مؤسس الدولة العباسية. ولقد عرف المنصور بذكاء قاطع النظير، بالإضافة إلى عدة مواهب، وأهمها أنه كان يحفظ القصيدة من أول مرة يسمعها. إلا أن هذا الخليفة العباسي كان يعرف أيضا بالبخل والحرص، ويوصف بأنه كان ذا هيبة وجبروت، وبأنه كان زاهدا وكان يلبس الخشنة ويرقع القميص. وطبعا فإننا لا نستغرب أن يحرص خليفة كهذا على أموال الدولة، وأن يرى في الأموال والأعطيات التي كانت تغدق على الشعراء تبذيرا وإسرافا. وحتى لا يتم اتهامه بالبخل، لجأ الخليفة أبو جعفر إلى حيلة، مستغلا في ذلك مواهبه وعبقريته وقدرته على الحفظ السريع، حيث أنه وكما أسلفنا كان يحفظ أي قصيدة تتلى على مسامعه من أول مرة. ولقد كان له غلام يستطيع حفظ القصيدة عن ظهر قلب إذا ما سمعها مرتين، بالإضافة إلى جارية تحتاج إلى سماع القصيدة 3 مرات حتى تتقنها. وبالتالي فلقد أسس المنصور فريقا مكونا من 3 أشخاص ليصغر به طموحات كل الشعراء. أعلن المنصور بأنه سيبالغ في العطاء فقط لأولئك الشعراء الذين يستطيعون إتيانه بقصيدة كتبوها بأنفسهم، وطبعا شريطة أن لا يكون قد سمعها من قبل. أما المكافأة فلقد كانت وزن القصيدة ذهبا. تحمس الشعراء عند سماع هذا الخبر، وراحوا ينسجون القصائد ويقفون بباب المنصور، إلا أن الخليفة كان يستمع باهتمام لأولئك الشعراء، ثم يصدمهم بأنه قد سمع تلك القصيدة من قبل، وبأنه يعرفها تمام المعرفة، حتى أنه يستطيع أن يتلوها مباشرة، وما أن يعيد الخليفة قراءة كل القصيدة، حتى ينادي غلامه الذي يمتلك موهبة يستطيع بها إعادة القصيدة عندما يسمعها مرتين، فيكررها أمام الشاعر المشدوه، ثم يأتي بالجارية لتكون الحجة الأخيرة الدامغة، ولتقوم هذه الأخيرة أيضا بتلاوة القصيدة عن ظهر قلب. وطبعا فلقد كان الغلام والجارية مختبئان في مجلس الخليفة يسمعان القصيدة، وهكذا كانت تقوم الحجة على الشاعر، فيعود من حيث أتى يجر أذيال الخيبة والعار معا. وعندما تكرر الأمر مع العديد من الشعراء، أدرك شاعر ذكي ونبيه وهو الشاعر الأصمعي أن في الأمر حيلة ما، وأن الخليفة قد قطع أرزاق الشعراء بمواهبه التي لا تحصى. تنكر الأصمعي بزي أعرابي ووضع لثاما على وجهه، حيث أنه كان معروفا في البلاد، ثم أعد قصيدة غريبة وفريدة وعجيبة، واختار لأبياتها مفردات غير مألوفة، وصاغها بطريقة تجعلها صعبة الحفظ من المرة الأولى، إذا لم نقل بأنها مستحيلة. وبما أنه يعرف شرط الخليفة، فلقد كتب قصيدته على عمود رخام ووضعه على جمله، وقصد بيت الخلافة. وقف الأصمعي بين يدي الخليفة وتلا قصيدته العجيبة التي لم يستطع الخليفة من أن يتذكر على وجه الدقة أبياتها ومفرداتها الغريبة. فكيف للخليفة المنصور أن يتذكر هذه الأبيات مثلا؟ والعود دندن دنالي،
والطبل طب 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 لي، طب 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 لي، والسقف سق 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 لي، والرقص قد طاب لي، شوى شوى وشاهشي على ورقي سفر جلي، إلى آخر القصيدة طبعا. المهم فإن الأصمعي ما إن أكمل قصيدته حتى وجد المنصور صعوبة بالغة في تذكر تفاصيلها، واضطر إلى الإقرار بأنه لم يسمع بها قط، وبالتالي فإن عليه أن يدفع وزنها ذهبا كما وعد قبل ذلك. مما لا شك فيه فإن المنصور قد توقع أن ذلك الأعرابي الغريب قد كتب قصيدته كما يفعل كل الناس على ورق البردي أو ما شابه ذلك، إلا أنه فوجئ بالأصمعي يقول له: لقد ورثت عمود رخام من أبي فنقشت القصيدة عليه، ولقد جئت بهذا العمود على جملي في الخارج ولا يستطيع أن يحمله أقل من 4 جنود. ذهل الخليفة المنصور وأحس بأنه في ورطة كبرى، ذلك أنه لم يكن يستطيع أن ينكث بوعده. وعندما تم وزن العمود وجدوا بأنه يعادل صندوقا كبيرا مليئا بالذهب، إلا أن وزير المنصور أنقذ الموقف بقوله: يا أمير المؤمنين، ما أظنه إلا الأصمعي. وهنا طلب الخليفة من الأعرابي إماطة لثامه ليتبين بأن الوزير على حق وبأن هذا الأعرابي لم يكن سوى الأصمعي. عندها عاتب المنصور الشاعر قائلا: أتفعل هكذا بأمير المؤمنين يا أصمعي؟ أعد المال من فورك. وعندها رد عليه الشاعر الذكي قائلا: يا أمير المؤمنين، قد قطعت رزق الشعراء بفعلك هذا، ولا أعيد المال إلا بشرط واحد، وهو أن تعود فتعطي الشعراء على قولهم ومنقولهم. وهكذا اضطر الخليفة للموافقة على الشرط، ولم يعد قادرا على تنفيذ حيلته من بعد ما أحرجه الأصمعي. وبهذه الحكاية أصبحت هذه القصيدة خالدة، غير أن هنالك من يشكك في نسبتها إلى الأصمعي. وأخيرا أعزائي، أترككم مع هذه القصيدة الخالدة التي ننهي بها هذا التقرير. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد.